انتوا عارفين من وقت ما اتجوزت دي تقريبا تاني مره العب فيها بلاي ستيشن. ما تهزرش، انت من ساعه ما اتجوزت دي تاني مره بس؟ لا يا معلم، انت لازم تلعب كتير وتعوض. ادي له الدرع التانيه سيف يلعب بالاتنين. بقول لك ايه، هو ايه سر العزومه دي؟ يا لو جايبانا عشان تقررنا، انا عن نفسي معرفش عنك حاجه من بعد ما اتجوزت. قالوا ايه الكلام ده؟ بس لو عايزه تعرف اللي قبل كده انا ما عنديش مانع. بجد نورتونا، انا من يوم ما رجعنا من السفر عماله اقول لمالك لازم تعزم سيف وعز، لازم تعزم سيف وعز، بس هو بقى اللي كان مشغول. انا طبخلكوا النهارده بايديا، ثواني والاكل هيكون جاهز، لازم تخلصوا الاكل كله. اه دي عماله بتخترع من الصبح قاعده في المطبخ. ايه تخترع؟ ما تخترعش، كده كده كل الاكل اللي عملتيه هيتداس. انا صايم بقالي يومين على حس العزومه دي. لا انا بشرب بجد. ادينا ميرسي جدا، احنا ما كناش عايزين نتعبك خالص. لا لا لا، مفيش تعب خالص، انتوا عارفين انا احب دايما البيت يبقى مفتوح لاصحابنا على طول، يعني اعتبروه نادي، تعالوا اقعدوا هنا على طول، بيتوا لو عايزين. اصل انا مش من نوع يعني المراتات اللي بتحب ترخم على جوزها وتبعده عن صحابه وكده، بالعكس انا بحب الخروج قوي، يعني حتى لو انتوا خارجين خدوني معاكم، لو في صحابكم البنات جايين معاكم انا في سرشقه. بنات؟ لا 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 خالص، احنا ما عندناش صحاب بنات نهائي. طيب انا بقى هطلع اشرب سيجاره بره في الجنينه لحد ما انتوا هنا ما فيش سجاير خالص. انت كويس انت داخل بالجزمه اصلا؟ لا لا ما فيش سجاير. ايه، اشرب سجاير براحتك خالص، اعملوا اللي انتوا عايزين، بقول لكم اعتبروا نفسكم في قهوه، واحد شاي وصلحوا يا ابو خميس. ولع بره ولع بره. هنطلع بره، هنطلع بره، يلا يلا لحد ما الاكل يجهز. يلا ما قالت هنا عادي بره. مدام انا حطيت الاكل على السفره، تعالي بص عليه عشان عاوز امشي. مدام دينا، مدام انت خدت من كوست الطيب ولا ايه؟